سوري المحاضرة التانية اللي هي هتكمل الريكتلينير موشن، وهنخش كمان في الكيرفلينير موشن. كنا احنا قلنا في الريكتلينير موشن ان لازم الفلوستي والاكسلريشن يبقوا على نفس اللاين. يعني انا لما اكون ماشي في ستريت لاين، لو انا كده رسمت ستريت لاين اهو، ورسمت على الستريت لاين ده اوبجكت بيتحرك بارتكل مثلا، فتبقى الفلوستي على اللاين ده والاكسلريشن بتبقى مع الفلوستي او عكس الفلوستي. قلنا انها لو مع الفلوستي بيبقى اسمها اكسلريشن، ولو عكس الفلوستي بتبقى ايه؟ تبقى ديسيلريشن. وكنا قلنا ان في قوانين بتحكم الستريت لاين موشن. كانت القوانين ديت هي واحد واحد ان الاي بتساوي دي في باي دي تي. القانون التاني كانت ان الاي بتساوي في دي في باي دي اس. وكان القانون التالت ان الفي بتساوي دي اس باي دي تي. واخدنا كمان ان اللوكيشن بيتوصف باس، حيث الاس ده هو البوزيشن وهو بعدي عن الاوريجن، ودلتا اس اللي هي الديسبلاسمنت، والاس تي اللي هي التوتال ديستانس. واخدنا كمان الافريج فيلوسيتي والافريج اكسلريشن، الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد، لكن ما حليناش عليهم مسائل. ان شاء الله النهارده نحل مسائل عليهم. طيب افرض ان الاكسلريشن كانت كونستانت، يعني تعالوا كده ناخد كيس كده ان الاكسلريشن بتاعتي كونستانت. لو كانت الاكسلريشن كونستانت، تعالوا كده نحط عنوان لينا constant acceleration، constant acceleration. خلي بالكو ان الاكسلريشن دي فيكتور، فعشان اقول ان الاكسلريشن constant لازم يتحقق شرطين. الشرط الاولاني ان يكون الماجنيتيود، والشرط التاني ان يكون الدايركشن. الاثنين مالهم كونستانت، يعني ما ينفعش يبقى الدايركشن بتاع الاكسلريشن عمال يتغير وانا اقول ايه دي كونستانت اكسلريشن. ما ينفعش تكون الفاليو بتتغير واقول كونستانت ايه اكسلريشن، لازم يكون ثابت في الفاليو وثابت كمان في الدايركشن. فبتوع الرياضه قالوا ايه؟ قالوا ان طالما الاي بتساوي دي في باي دي تي، فانا ممكن اعمل سيبريشن للفاريبلز، يعني تبقى ال A دي تي بتساوي ال دي في، ومن هنا هعمل انتجريشن. بصوا كده الانتجريشن، خرج ال A بره لان ال A هنا كونستانت، وهعمل انتجريشن من تي نود لاي تي، من في نود لاي في. فهلاقي ايه بقى؟ هلاقي ان ال A دي في بتدينا ال A دي تي بتدينا A في تي ماينس تي نود، ودي بتدينا في ماينس في نود. لو جينا رصيناها بالرصه اللي احنا كلنا متعودين عليها هيطلع ايه؟ ان الفي ايكوال في نود بلس ايه، مش تي بقى، دلتا تي. دلتا ايه؟ دلتا تي. يبقى ده كده رول، الرول دوت ربط لي الفي بالفي نود بالاكسلريشن بالدلتا تي. يبقى ده كده الرول رقم واحد، حيث ال V هي الفاينل فيلوستي وال V نود هي الانيشيال فيلوستي وال A هي الكونستانت اكسلريشن، مش اكسلريشن وخلاص، لازم تبقى كونستانت، والدلتا تي هي التايم انترفال، مش تايم، تايم
interval فترة زمنية. طيب نقدر نعمل ايه تاني؟ قال لي انت اخدت رول بيقول ان ال V بتساوي دي اس باي دي تي. ما احنا ممكن ناخد ايكويشن 1 نحطها هنا، يعني هشيل ال V واكتبها ايه؟ V نون بلس A دلتا تي هتساوي دي اس باي دي تي. هنا ممكن نعمل برضو سيبريشن للفاريبلز، فيبقى في نوت بلس اي دلتا تي كل ده مضروب في الدي تي بيساوي الدي اس، وهسبستيتيوت هنا من تي نود لاي تي وهنا من اس نود لاي ايه لاي اس. ده يدينا ايه؟ هيدينا في نوت دلتا تي بلس هاف اي دلتا تي سكويرد ايكوال ايه بقى؟ S minus S نود اللي هو دلتا S. يبقى انا كده جبت الرول التاني حيث دلتا S دي هي displacement. الدلتا S دي ايه؟ displacement. طب وقانونها ايه؟ هي S final minus S initial. طب ما انت عندك قانون كمان بيقول ان ال A بتساوي V دي V by دي S، يعني معنى كده ان ال A دي S بتساوي V دي V. هنيجي نعمل integration اهو من S نود ل S من V نود ل V، فيطلع لنا ان ال A مضروبة في ال S minus S نود بتساوي ال V سكوارد على الاثنين ماينس ال V نود سكوارد على الاثنين. لو جينا رصيناه في الشكل اللي احنا متعودين عليه يطلع ايه بقى؟ V سكوارد ايكوال V نود سكوارد بلس 2 A دلتا S. بدأ كده الايه؟ القانون التالت اللي عندي اهو، ادي الايه؟ القانون الثالث بتاعي. بعد كده رقم ثلاثة. طبعا في عندكم famous form لما يكون ال T not بزيرو وال S not بزيرو، يبقى القوانين الثلاثة دول هيتشافوا كده V equal V نود بلس A في T، V squared equal V نود squared بلس 2 A في S، والS بتساوي V نود T بلس half A T squared. بس أنا ما بفضلش الصورة الأخيرة دي لأنها مش دايما هديك الS نود بزيرو ومش دايما هديلك الT نود بزيرو. يبقى الثلاث صور دول هم حالات خاصة. طب يا دكتور ينفع استخدم اللي كانوا موجودين اصلا دول؟ ينفع استخدمهم؟ اه طبعا ينفع تستخدمهم، ينفع دول اللي انا برستهم دلوقتي دول يستخدموا لكل المسائل، لكن اللي مترقبين واحد اتنين تلاتة دول سبيشال كيس لما يكون الاكسيشن ايه؟ ثابتة في المقدار وثابتة في الاتجاه اللي هو الدايركشن. طيب هنحل بيهم ازاي؟ وامتى هستخدمهم وامتى مش هستخدمهم؟ تعالوا نقرا المساله ديت ونشوف قوانيننا الثلاثه هينفعوا للمساله ديت ولا لا. بيقول لي ايه؟ حدوته بيقول لي during a test rocket travels upward at 75 meter per second and when it's 40 meter from the ground its engine failed. ده واضح ان الراجل بيحكي حدوته. بيقول ايه؟ بيقول ده انا كان عندي صاروخ كان ماشي لفوق بسرعه 75 متر بالسكند، دي سرعه ثابته، بس وهو على ارتفاع 40 متر المحرك بتاع الصاروخ وقف. طب بغض النظر عن باقي المساله، لو انا كان عندي صاروخ طالع لفوق بسرعه ثابته 75 هيتنه طالع الى ما لا نهايه. طب لما المحرك بتاعه يخلص هيعمل ايه؟ هيقف؟ لا، هيعمل ايه؟ يطلع شويه ماشي لفوق. يطلع
بالظبط كده، يطلع شوية لحد ما يقف ويرجع يقع تاني. هو ده تخيلي للموضوع. فتعالوا نرسم تخيلنا للموضوع. هرسمها ازاي؟ هرسم أرض أهو، ادي الجراوند، دي كده الأرض، وهرسم طريق للطلوع وهرسم طريق للنزول. طب هو كان فين؟ قال لي كان على ارتفاع 40 متر. اهو كان على ارتفاع كام؟ 40 متر. يبقى المسافة من هنا لهنا كانت 40. طب هو فين؟ قال له كان هنا كده. اهو تعال نرسم كده رسم كروك الايه؟ قال يعني ده صاروخ. والسرعة دي كام؟ السرعة دي 75 متر بير سكند. يبقى دي بداية مسألتي، نقطة ايه؟ والخط الافقي ده هو مين؟ هو الجراوند، هو الارض. تعالوا مثلا نسمي النقطة ديت نقطة ايه؟ نقطة سي. راح فين؟ راح للمكان ده. خلي بالكوا ان الخطين خط واحد. المكان ده هو الماكسيمم هايت، الماكسيمم هايت ده اقصى ارتفاع وصل له. طب اقصى ارتفاع وصل له ده السرعه عنده بكام؟ السرعه عنده بزيرو. طب ليه يا دكتور عند اقصى ارتفاع بتبقى السرعه بزيرو؟ اقول لك، لان لو كان في سرعه كان طلع كمان، لو كان في سرعه كان طلع كمان. طيب ده كده تخيلي بس من السطرين اللي قالهم دول. نكمل. بيقول لي determine the maximum height SB. ده واضح انه سمى المكان ده B، اهو سمى المكان ده ايه؟ B. وعايز يعرف قد ايه الB ديت مرتفعة قد ايه، يعني عايز يعرف كل ده بكام، عايز يعرف الارتفاع ده كله ايه بكام. المكان الارتفاع ده سمى ايه؟ سمى SB. يبقى هو بيقول لي determine، هات لينا الماكسيمم هايت اس بي. في الغالب ريكوايرد الدايناميك بيبقى جواه جيفن، في الغالب ريكوايرد الدايناميك بيبقى جواه جيفن. يعني هو كان ممكن يقول لي هات لي الهايت اس بي ويسكت. طب ليه قال لي ماكسيمم؟ عشان في نوت بتقول لي، في نوت بتقول ان ماكسيمم لوكيشن، ماكسيمم لوكيشن معناها عندي ترجمه ان الفي بزيرو، لان لو كان في في كان بعد كمان. والماكسيمم فيلوسيتي، الماكسيمم فيلوسيتي معناها عندي ان الاكسلريشن ايكوال زيرو، لان لو كان في اكسلريشن كانت زادت كمان وكمان. فهنا الراجل قال لي ايه؟ ماكسيمم هايت اس بي دي معناها الترجمه ان احنا نحط الفي بي بكام؟ بزيرو. هي دي الترجمه. طيب الريكوارد جواه جيفن. الريكوارد الثاني عايز ايه كمان؟ قال لي اند اتس سبيد امتى؟ قال لي جاست بيفور ات هيتس ذا جراوند. احنا سميناه جراوند سي، تمام؟ طيب هو عايز مين؟ عايز الفيلوسيتي عند سي، just before it hit a it hits the ground، قبل ما تخبط الارض على طول، لانها لو خبطت الارض بقت موضوع تاني، بقت ايه؟ موضوع تاني. بيقول لي بقى ملحوظ ايه هي؟ بيقول لي while in motion the rocket is subjected to constant downward acceleration of 9.81. خلي بالكم ان هو اداني الدايركشن والماجنتيود كونستانت، قال لي كونستانت داون وورد، يبقى دايما الاكسلريشن اللي متعرض لها ايه؟ لاسفل، سواء طالع او نازل. وقال لي ان الفاليو بتاعتها 9.81. طبعا كلنا عارفين ان لما احذف حاجه واللي بيأثر عليها وزنها بس يبقى ايه؟ يبقى الاكسلريشن بتاعتها هي جي. يعني معنى كده ان ده كده بيمتلك اكسلريشن
الـ A بتساوي مين؟ بتساوي G. الـ G اللي انتوا كلكم عارفينها بكام؟ بـ 9.81 متر per second square. طبعا هو في الآخر بيقول لي اهمل مقاومة الهواء، لأن طبعا الهواء بيعمل فورس كمان، بس احنا ايه؟ بنطنشها. ده كده ترجمة المسألة. طيب المسألة دي تبع الـ constant acceleration ولا الـ variable acceleration؟ اللي تبع الـ constant acceleration، لأن هو قال لي ايه؟ ان هو متعرض لـ constant downward acceleration. طيب الحل، بصوا بقى هفكر ازاي، مش هحل ازاي. محدش يبقى بيحضر ومستني احل المسألة، انت لازم تحضر عشان تستنى تشوف ازاي انا فكرت في المسألة. المسألة زي اي مسألة، ممكن انت تحلها، زميلك يحلها، المعيد يحلها، الدكتور يحلها، مش قضيتنا حل المسألة. بصوا كده هفكر، هقول الآتي. الحل، هقول بما ان الاكسلريشن بتساوي 9.81 متر بير سكند سكوير داون وورد، كونستانت اكسلريشن، كونستانت اكسلريشن، يبقى اول ستيب، ستيب 1، تشوز بوزيتيف direction for the problem. طب دلوقتي ده بيتكلم على vertical motion، يبقى انا متوقع ان انا اخد البوزيتيف بتاع المسألة upward. شايفين اللي انا رسمته بالاخضر ده؟ ده البوزيتيف بتاع المسألة كلها. ليه؟ لان احنا متعودين نرسم الواي اكسس لفوق. Choose positive direction for the problem. طيب عملنا choose يا سيدي، ايه الستيب التانية؟ الستيب التانية step 2، define the interval of study. ايه يعني ايه؟ يعني ايه define the interval of study اللي انت كاتبها ديت؟ يعني هتدرس من فين لفين؟ وده معتمد على انت بتحل ايه؟ يعني انا مثلا في الريكوارد الاولاني انا عايز الـ SB. طيب الـ B دي نقطة، الـ B ديت نقطة، مش هينفع تدرسها بالقوانين اللي احنا لسه قايلين عليها. ليه؟ قال لي لان القوانين دي محتاجه انيشيال وفاينل، محتاجه انترفال، فلازم تقول لي هتدرس من فين لفين. انا شايف لو بصيت الرسمه ان انا هدرس من A لحد ما اوصل لنقطه B، يبقى انا اخترت هنا مين؟ الانترفال. طالما اخترت من A الى B، يبقى انت بتقول لي ضمنا ان الـ A هي الانيشيال لان انا كنت عندها الاول، والبي هي الفاينل. طيب تعرف ايه عن الانيشال والفاينل؟ يبقى ستيب 3 ايه بقى؟ نكتبها ازاي؟ رايت ذا ايه؟ ذا داتا فور ذا انترفال. طب يعني ايه write the data for the interval؟ انت تعرف ايه عن نقطة A؟ برضو يعني ايه السؤال؟ قال لي لما اكلمك على نقطة يبقى انا محتاج منك اعرف الـ S بكام؟ الـ T بكام؟ والـ V بكام؟ يبقى انا لما اتكلم على point محتاج اعرف ايه؟ ثلاث حاجات، الاس والفي والتي. لكن لما اتكلم على انترفال محتاج اعرف الاكسلريشن.
يعني ايه؟ قال لي يعني انا نقطة A عايز اعرف الـ S بتاعتها بكام؟ وعايز اعرف الـ V بتاعتها بكام؟ الـ S بتاعت نقطة A يعني بعد الـ A عن الأوريجين، خلي بالكم ان احنا واخدين الأوريجين مين؟ نقطة C. الأوريجين هو نقطة C. فنقطة A كانت فوق الـ C بـ 40، يبقى الـ S بكام؟ بلس 40. يا دكتور ما انت كنت ممكن تكتب 40 وخلاص. لا معلش خليها بلس عشان تبقوا عارفين ان انا مهتم بالإشارة. طب لو كانت نقطة A تحت الـ C كنت كتبت ماينس، طب لو نقطة A عند الـ C كنت كتبت زيرو. طب الفلاستي، قال الفلاستي عند الـ A كانت 75 مع البوزيتيف اللي مرسوم بالأخضر ده، يعني الفلاستي عند A كانت بلس 75 متر بير سكند. تايم نقطة A بكام؟ قال لي تايم نقطة A كان بزيرو لأن هو كان initial point في المسألة، وإحنا اتفقنا إن لو ما جابش سيرة عن الـ initial time أنا من حقي أفرضه بزيرو. تعرف إيه عن الـ B؟ الـ S عند B دي required، الـ S عند B دي إيه؟ required. طب والـ velocity عند B؟ قال لي دي ترجمة واحد شاطر إنها بزيرو لأنه maximum height. ماكسيمم هايت. طب تعرف التايم عند بي؟ لا ما عرفوش. بس خلي بالك الراجل مجمعنا هنا، شلت التي بي من الموضوع لانها مش مطلوبه ولا جيفن، لكن حطيت الاس بي جو. هتبدا بقى تروح للمرحله الرابعه والاخيره من التفكير. طبعا انا نسيت حاجه قبل ما اروح للمرحله الرابعه من التفكير، الانترفال دي عندها اكسلريشن. بصوا اكتبها حتى على السهم، بتساوي كام؟ قال لي نيجاتيف 9.81. نيجاتيف ليه نيجاتيف؟ قال لي لان سهم الاكسلريشن عكس البوزيتيف اللي انا رسمه لفوق. سهم الاكسلريشن عكس مين؟ عكس البوزيتيف، مش عكس الموشن، مش عكس الموشن، مش عكس الموشن، عكس مين؟ عكس الواي اكسس اللي انا رسمه، ماليش دعوه بالموشن. اديني بقى اكد، قلتها بتاع اربع مرات لحد دلوقتي. قال الخطوه الرابعه والاخيره ستيب 4، قال تشوز suitable rule. suitable rule احنا عندنا كام رول؟ ثلاثة، اللي هما v equal v naught plus a delta t، v squared equal v naught squared plus 2a delta s. الدلتا s بتساوي v naught delta t plus half a delta t squared. بس واضح ان هنا مفيش تايم، يعني احنا لو بصينا للمسائل بتاعتنا نلاقي ان مفيش تايم. فيبقى انت ما قدامكش غير القانون اللي في النص اللي هو v squared equal v naught squared plus 2a delta s. تعالوا القانون ده نوفقه مع الانترفال اللي احنا اخترناه، يعني ال v اللي في الاول دي v final يبقى v b، ال v naught هي الانيشال بتاع الانترفال اللي هي v a، plus 2 في الاكسلريشن في الدلتا اس اللي هي ايه بقى؟ اس فاينل ماينس اس انيشيال. يبقى احنا خلينا القانون ينفع للانترفال بتاعتنا. طب يلا الفي بكام؟ قال لي زيرو. طب والفي ايه بكام؟ قال لي بلس 75 وهعمل لها سكوارد بلس 2. الاكسيشن بكام؟ قال لي نيجاتيف 9.81. الاس بي انا عايزها، والاس اي بكام؟ قال لي ببلس 40. واضح ان القانون هنا مين؟ هو الاس بي. يبقى انا كده قدرت ايه؟ قدرت اطلع قيمه الاس بي تطلع بكام؟ تعال نشوفها كده. الاس بي طلعت ب 326، 326.2 متر.
يبقى الصاروخ ده هيرتفع الارتفاع ده. بص فكرت ازاي؟ اخترت positive direction، عرفت الانترفال اللي هدرسها، كتبت الداتا بتاعتها عند كل البوينت يبقى عندها S و V و T لكن الانترفال ايه، وبعد كده اخترت ايه قانون مناسب من الثلاث قوانين. طب تعالوا نطبق نفس البروسيدور على الريكوارد الثاني. الريكوارد الثاني كان عايز ايه؟ كان عايز الفيلوسيتي عند سي بكام؟ عايز يعرف السرعه قبل ما يخبط الارض على طول. واحد اختار بوزيتيف دايركشن، لا خلاص اخترناه، الستيب رقم واحد دي مش من كل ريكوارد بنغيرها، خلاص دي ستيب رقم واحد ثابته. طب ستيب رقم اتنين بيقول لي ديفاين الانترفال. انت عندك اقتراحين، الاقتراح الاولاني انك تدرس من A الى C، والاقتراح الثاني انك تدرس من B الى C. ممكن ادرس من A الى C، ممكن ادرس من B الى C، بس انا خايف لتكون B يعني محسوبة غلط، فالأأمن الأأمن ندرس من A الى C. طب لو درست من A الى C، لو درست من A الى C اصبحت نقطة A initial واصبحت نقطة C A final. طيب تعرف ايه عن نقطة A؟ هو نفس الكلام، هنقله ال S A ب 40 وال V A ب 75. ال S A ببلاس 40 وال V A ببلاس 75. متر بير سكند وهنا متر. طب تعرف ايه عن نقطة سي؟ نقطة سي اعرف انها عند الارض، يعني اللوكيشن بكام؟ يعني الاس سي بزيرو. تعرف حاجة كمان؟ الفلوست عند سي تعرفها؟ لا والله ده انا عايزها. طب زمن نقطة سي تعرفه؟ لا والله ما اعرفوش. يبقى انا عايز بس اعرف ايه الفي سي بكام. طب الاكسلريشن من A للC بكام؟ قال لي بنيجاتيف 9.81. الناس بقى اللي حافظه في الثانويه العامه يقول لي يا دكتور انت هتلخبطنا، مش المفروض وهو طالع تبقى ماينس وهو نازل تبقى بلس؟ اقول لك يا استاذ ثانويه عامه، الاكسلريشن بجي ديت مع البوزيتيف ولا عكس البوزيتيف؟ عكسه. هل لما بنتحرك في مسألة بنقعد نحرك الواي اكسس ولا الواي اكسس ثابت طول المسألة؟ الواي اكسس ثابت طول المسألة. الدايركشن، الدايركشن اوف موشن بيغير الفيلوسيتي لكن ما بيغيرش الاكسليشن، يبقى الاكسليشن دايما ايه؟ نيجاتيف. تقول لي بس انا كنت في الثانوية العامة كنت بحل اللي طالع بوزيتيف لفوق والنازل بوزيتيف لتحت، اقول له ماشي الثانوية العامة خلصت ونجحت وبقيت راجل شاطر ودخلت هندسة، الكلام ده غلط. الكلام ده ايه؟ الكلام ده للابلكيشنز الحقيقيه غلط. محدش بيغير الاكسيز اكس وواي تبعا لحركه البادي، لان الكارتيزيان كوردينيتس اكس وواي الخاصيه المميزه ليهم انهم فيكسد اكسيز. فيكسد ايه؟ فيكسد اكسيز. طيب ايه القانون المناسب اللي احسب بيه الفي سي؟ واضح برضو ان مفيش تايم، فيبقى ما قدامكش غير ايه؟ غير في في سكوارد، في سكوارد ايكوال في نود سكوارد بلس 2 اي دلتا اس. تعالوا نسقط ده على مسالتنا، الفاينل هي سي يبقى في سي سكوارد، الانيشال هي اي يبقى في اي سكوارد بلس 2 اي، الاس هي اس فاينل ماينس S initial. الفلوست عند C ده انا عايز اجيبها، الفلوست عند A ببلس 75 الكل سكوير بلس 2 الاكسلريشن نيجاتيف 9.81، الاس عند C بزيرو والاس عند A ببلس 40. طبعا كل ده تحت الروت، بس الروت ده بيبقى بلس اور ماينس. قال لي خد الماينس. ليه اخد الماينس؟
لان عند سيل بادي نازل عكس البوزيتيف اللي احنا واخدين. هتطلع معانا الفي سي بتساوي تقريبا كده نيجاتيف 80 متر بير سكند. يبقى انا كده طبقت نفس البروسيدور بتاع التفكير عشان احل الريكوارد التاني. طب تعالوا نعمل اديشنال ريكوارد كده من عندنا احنا. يعني نقول مثلا ايه اديشنال ريكوارد. نقول ايه فايند ذا تايم اوف لايت. دي ترجمتها ايه؟ ترجمتها ان هو عايز التايم من A الى C. عايز التايم من A الى C. بص يا سيدي انا هدرس من A الى C. طبعا نفس الكلام مش هكتبه بقى تاني. واقول لك ايه V equal V not plus A دلتا T. ال V هي VC والنود هي ال A plus A في ايه بقى؟ في التايم من A إلى C. خلي بالكوا التايم من A إلى C هو نفسه دلتا T. الفلوستي عند C بكام؟ أنا جبتها بماينس 80. الفلوستي عند A بكام؟ قال لي بلس 75. بعد كده ماينس 9.81 في التايم من A إلى C. جبت التايم من A إلى C يطلع كام؟ نيجاتيف 80 نيجاتيف 75 على نيجاتيف 9.81. جبت التايم. طب تخيل بقى حضرتك لو حليت نفس المسألة بس حطيت الفي سي ببلاس 80، هتلاقي نفسك بتحل مسألة تانية خالص. فلازم تراعي ان الاس والفي والاي التلاتة ليهم اشارة. الاس لو كانت في الجزء البوزيتيف بتاعت الاكسس بوزيتيف، في الجزء النيجاتيف نيجاتيف. الفي والاي لو كانوا مع البوزيتيف يبقوا بوزيتيف، لو كانوا عكس البوزيتيف يبقوا ايه؟ يبقوا نيجاتيف. ايا كان مكانهم ايه. هل في سؤال المساله ديت دكتور؟ بعد اذنك اسال يلا. واحنا ليه حطينا ماينس جنب جنب الروت ده؟ المساله رقم تاني حطينا ماينس جنب الروت ده. انا عمال اتكلم فيها من الصبح. بص مش انا واخد البوزيتيف بتاع الموشن لفوق عشان واخد المساله البوزيتيف لفوق صح؟ تمام. حلو قوي. تعالى ادي الجراوند، ادي الجراوند نقطه سي اهي. انا لما هكون نازل الجراوند هبقى نازل بسرعه في سي عامله كده. ها ايه رايك؟ الفي سي علاقتها بالبوزيتيف عكسه فتبقى ماينس. ايوه بالظبط. ها في سؤال تاني يا شباب؟ دكتور لو سمحت قول. حضرتك كنت قايل ان التايم عند ايه بزيرو، بس انا كنت ممكن اجيبه عن طريق اللي هو ماشي بفلوستي 75 وطلع 40 متر. والله برافو عليك صح. بس خلي بالك احنا في الغالب يعني بنصفر العداد عند المكان اللي يهمنا. بنصفر العداد عند المكان اللي يهمنا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كان عندي واحد داخل سبق، والواحد اللي داخل سبق ده مشي من الكرسي اللي كان قاعد عليه لحد الستارت بوينت بتاعت السبق. مشي بايه؟ مشي بسرعه ثابته 75. لما يوصل عند نقطه السبق، هل بقى انا هشغل الستوب ووتش بتاع السبق من ساعه ما كان قاعد على الكرسي ولا من ساعه ما بدا السبق؟ من ساعه ما بدا السبق. تمام. فانا يهمني الازمنه من بعد نقطه ايه. الأزمنة من بعد نقطة إيه. وإن كان سؤالك برضو صح، عارف في إيه صح؟ لأن أنا لما طلبت التايم أوف فلايت وسكيت. هو ممكن يكون زميلنا يا جماعة بيسأل عشان الحتة دي، لأن التايم أوف فلايت الصاروخ كان خلال 40 متر كان برضو طاير. يعني خلال 40 متر اللي أنا رسمهم دول كان طاير بسرعة ثابتة. فهو بيقول لي والله برافو عليك، بيقول لي إن أنت جبت التايم الـ إيه؟ عندكم التايم. ممكن بس المايكات يا شباب الناس تقفل المايك. التايم من ال سي انت جبته رقم، بس خلي بالك يا دكتور ده مش التايم اوف فلايت. اقول له ليه؟ قال لي بص لان في حته كده 40 متر، فيبقى التايم التوتال تايم اوف فلايت او التايم اوف فلايت كله
of light هيساوي الرقم اللي احنا جبناه اللي هو ده زائد ايه بقى؟ زائد زمن حركة الاربعين متر. طب زمن حركة الاربعين متر دي هجيبها ازاي؟ هو قال لي قال ان هو كان ماشي اربعين متر بسرعة ثابتة. طبعا كلكم عارفين ان فور كونستانت فيلوستي بتبقى الاكسيشن بكام؟ بزيرو، وبتبقى الفي بتساوي اكس اوفر تي. يعني معنى كده ان هيبقى التايم بتاع الفترة دي بكام؟ بالاكس اوفر في، يعني 40 مقسوم على 75، فيبقى التوتال تايم اوف فلايت هو التايم اللي جبته من الفري فول اللي هو بتاع الاكسيشن ماينس 9.81 بلس الايه التايم اللي جبته من الحركة بسرعة ثابتة. والله برافو عليك زميلك كده اتكلم صح كده. الحل ايه؟ وكده الحل اتظبط. ها قول. هو الجزء الدايركشن احسن ليه في البي بقى كده ضرب في قول تاني معلش ايه ده؟ انا كان ممكن احسب موشن دايما فوق الدايركشن اوف موشن ايه دايما فوق البوزيتيف دايركشن اوف موشن دايما. لا 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 براحتك انا ما قلتش هل انا في الستيب قلت تشوز بوزيتيف دايركشن ابورد؟ ما قلتش، انا قلت تشوز بوزيتيف دايركشن فور ذا بروبلم، ما حددتش. انا بقى لما حللت لكم المساله دلوقتي اخدت البوزيتيف لفوق، طب يا دكتور ما ينفعش اخد البوزيتيف لتحت؟ طبعا ينفع. هو هل في قانون بيقول لك لازم الواي اكسس يترسم لفوق؟ طبعا لا، انا ممكن ارسم الاكسس كده، ممكن ارسم الاكس كده والواي كده، ممكن في مساله ثانيه ارسم الاكس كده والواي كده، مساله ثالثه ممكن ارسم الاكس كده والواي كده، براحتي خالص، بس اللي ارسمه اثبت عليه ما غيروش. تمام. طب معلش يا دكتور، هو ليه حضرتك؟ لا كفايه كده، معلش بس اخر حاجه بس معلش، كفايه اسئله. تعالوا نروح للمساله اللي بعدها. يقول لي هنا ايه؟ بارتكل موفز along horizontal path. الراجل هنا حدد لي ان انا ماشي على ايه؟ على horizontal path. اهو ادي horizontal path، ماشي على horizontal line، وقال لي ان الفيلوسيتي على horizontal line دوت في كانت بتساوي 3 تي سكويرد ماينس 6 تي. 3 تي سكويرد ماينس ايه؟ 6 تي. Where t in second. If it's initially located at the origin. يبقى واضح ان هو في البداية كان فين؟ كان عند الاورجن. ادي البداية اهي. ودي كانت نقطة الاورجن. وكانت النقطة ديت اسمها O. وكان التايم عندها بكام؟ initially. ما قالش انها زيرو. ما قالش انها ايه؟ ما قالش انها زيرو. بيقول لي determine the distance traveled. في required اهو. determine. عايز يعرف ال distance traveled in 3.5 second. عايزين نترجم ديت. عشان نترجمها الديستانس ترافل يعني ايه؟ يعني اس تي. بس من فين لفين؟ قال لي خلال 3 ثواني ونص. هو ما قاليش الانيشال. طالما ما قاليش الانيشال يبقى من تي نود لحد كام؟ لحد 3.5 سكند. بس يا دكتور انت قلت لنا ان لو ما جابش سيره عن الانيشال تايم افرضه انا بكام؟ افرضه انا بزيرو. يبقى من تايم بزيرو لحد تايم بي 3.5 second. Determine the distance traveled and طالب حاجة تانية. طالب ال average velocity. ال average velocity. وال average speed. ال average speed. كل الكلام ده امتى؟ برضو خلال نفس ال time interval. يعني من تي بزيرو لحد تي بتساوي 3.5 second time interval. لان الديستانس والديسبلاسمنت والافريج فيلوسيتي والافريج سبيد محتاجه انترفال. محتاجه ايه؟ انترفال. هفكر ازاي؟
زي ما حطينا بروسيدور لاستخدام الكونستانت اكسلريشن، تعالوا نحط بروسيدور لحساب الديستانس ترافل. الديستانس ترافل اللي هي SD. لما يطلب ديستانس ترافل ده هفكر ازاي. اول ستيب في تفكيرك ان انت تحسب أزمنة الوقوف. هات لنا الـ times of A of stopping. طب ودي هجيبها ازاي؟ هجيبها بإنك تحط الـ V بزيرو. شو هيقف؟ يبقى الـ V بزيرو. طب ما أنا عندي معادلة equation بتقول إن 3 T squared minus 6 T هي الـ V، يبقى دي هي الـ equal 0. دي هتطلع لنا زمانين، هتطلع لنا تايم بزيرو وهتطلع لنا تايم باتنين. يعني طبعا هاخد الـ T common factor، يبقى يا إما T بزيرو إما 3 T minus 6 يبقى كام؟ 2 ولا كام؟ هتبقى 3 T minus 6 equal 0، يعني 6 على 3 يعني فعلا إيه؟ 2. يبقى أنا البادي ده هيقف مرتين، مرة عند تايم بزيرو ومرة عند تايم بكام؟ باتنين. الخطوة الثانية step 2 consider the positive enclosed times only. Consider the positive enclosed times only. يعني ايه؟ هديكم هشرح لكم الستيب دي بشوية ارقام. جيت انا قلت لكم انا عايز تحسب لي الديستانس من تايم بواحد لحد تايم بتلاتة. ده اكزامبل رقمي ملوش علاقة بمسألتنا عشان تفهموا انا قصدي ايه بالستيب رقم اتنين. فانتم تحطين الـ V بزيرو، كان في معادلة فطلعتكم مرة التايم بزيرو، مرة التايم بواحد، ومرة التايم بماينس اتنين، مرة التايم باتنين، مرة التايم بفور. معادلة بقى كانت ضخمة كده فطلعت كل الـ values ديت. انهي values اللي تهمني؟ البوزيتيف. طب ما هي الـ 1 بوزيتيف والـ 2 بوزيتيف والزيرو بوزيتيف والفور بوزيتيف. قال لي لا، انكلوزد يعني جوه الانترفال. يعني معنى كده انت كل اللي يهمك من القصه دي مين؟ هي التايم باتنين بس، لان التايم بزيرو بره الانترفال، التايم بفور بره الانترفال اللي انا طالبها، التايم بوان على طرف الانترفال يعني برضو براها. طب التايم بماينس اتنين مفيش تايم بالنيجاتيف. يبقى انا بقول لك هنا ايه؟ consider the positive enclosed times. يعني معنى كده انا كل اللي يهمني في الموضوع هو مين؟ هو التايم باتنين بس. and draw. يعني بعد ما تconsider التايم ده ترسم. ارسم ايه؟ بصوا كده، هرسم خط زمني، هرسم خط زمني. الخط الزمني ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان بداية الانترفال كان تايم ايكوال زيرو، ونهاية الانترفال كان تايم بيساوي تلاتة. تلاتة تلاتة فين؟ 3.5 مش تلاتة. وانا وقفت خلال تايم بيساوي اتنين بس. يبقى معنى كده ان انت من زيرو لاتنين كنت بتعمل displacement معينة، ومن 2 ل 3.5 كنت بتعمل displacement تانية. عارفين الصاروخ طلع ونزل، طب ده ماشي horizontal، يبقى ممكن يكون مشي يمين
ورجع شمال او مش شمال ورجع يمين. كلام ده قلناه، الاحتمالات دي قلناها في الليكتشر اللي فاتت، ابقوا ارجعوا لها. انا كل ده بعمل كده ليه؟ عشان اروح لستيب 3. ستيب 3 بتقول ايه بقى؟ بتقول تايب ذا رول اوف اس توتال. ايه ده؟ هو انا بعمل ستيب 1 وستيب 2 عشان اكتب الرول؟ اه طبعا، لان الرول بتاعك هيبقى ازاي بقى في المرحله ديت؟ هيبقى الاس توتال بتساوي مودولس الدلتا اس 1 بلس مودولس الدلتا اس 2 بس. واقفل. في المحاضره اللي فاتت كنا بنعمل بلس ونحط ثلاث نقط. لا خلاص ما بقاش في بقى قصه الثلاث نقط دي، لانها خلاص عرفت ان هما تو انترفلز بس. طب وده نحسبه ازاي؟ قال لي تعالى بقى نفك الرول ده اكتر. اس توتال هتساوي الاس الاولانيه دلتا اس 1 هتبقى الاس لما كان التايم ب 2 ماينس الاس لما كان التايم ب 0. انا جبت منين القانون ده؟ ما هي الدلتا اس بتساوي اس فاينل ماينس اس انيشال، اس فاينل ماينس اس انيشال. طيب بعد كده بلس، بعد كده بلس الاس فاينل دلتا اس 2 بقى اس لما كان التايم ب 3.5 ماينس الاس لما كان التايم بكام؟ ب 2. طب وانا هجيب الاس دي منين؟ قال لي ما انت معاك الفي فانكشن، مش انت معاك الفي؟ بتساوي 3 تي سكوارد ماينس 6 تي. اه اعمل انتجريشن جيب الاس، فالاس هتبقى بكام؟ 3 تي سكوارد، لا تي باور 3 على 3 ماينس 6 تي سكوارد على 2 بلس كونستنت اللي هو اس نوت. هو قال لي ستارت فروم ذا اوريجين يبقى بزيرو. يبقى اصبح الرول بتاعي هو ان الاس بتساوي تي باور 3 ماينس 3 تي سكوارد. امسك ده بقى وعوض. عوض بايه؟ مره حط التايم بزيرو تطلع بزيرو، مره ثانيه حط التايم باتنين هتطلع معاك بنيجاتيف 4، مره ثالثه حط التايم بيساوي كام؟ 3.5. هي دي الارقام اللي انا عايزها، هتساوي 6.125. عوض. عوض ازاي؟ اهو هتبقى الاس توتال بتساوي الاس 2 نيجاتيف 4 بعد كده ماينس اس 0 كانت 0 زائد 3.5 كانت 6.125 ماينس 4. دي هتدينا كام؟ هتدينا نيجاتيف 4 جوه المودلس، وهتدينا 10.125 جوه المودلس، يعني كلهم على بعض ادانا كام؟ 14.125. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الاس توتال. طب انا عايز ارسمها عشان اتخيلها، بس عشان اتخيلها. عشان تتخيلها هنرسم لاين، ادي اللاين، واللاين ده هنحط عليه اوريجين اهو، ادي الاوريجين. كنت فين في الاول؟ انا قال لي انا كنت عند الاوريجين هنا التايم بزير. طب وبعد كده كنت فين؟ قال لي عند تايم باتنين كنت شمال الاوريجين باربعة، طبعا هي نيجاتيف عشان كده رسمتها شمال. قال لي وعند تايم ب 3.5 كنت يمين الاوريجين بمسافه 6.125. مشيت ازاي؟ قال لي بص يا سيدي انا بمشي على حسب الزمن. كنت هنا، كنت هنا عند التايم ب 0، بعد كده مشيت للمكان رقم 2، بعد كده ايه وقفت ورجعت للمكان رقم 3. يبقى انا مشيت كده 4 ورجعت كام؟ ورجعت 10. مشيت 4 شمال ورجعت 10، يبقى انت مشيت كلهم على بعض كام؟ مشيت كلهم على بعض 14.125. دي كده هي الستبس بتاعت حساب الايه؟ حساب
التوتال ديستانس او الديستانس ترافل. طب لو انا عايز احسب الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد، قال لي دي قوانين بقى ثابته دي ما فيهاش مشكله ان شاء الله. يعني انت عايز تحسب مثلا ايه الافريج فيلوسيتي، اهو بص يا سيدي الافريج فيلوسيتي ليها قانون ايه هو؟ دلتا اس على دلتا تي، ودلتا اس ليها قانون اس فاينل، يعني اس لما كان التايم ب 3.5 ماينس الاس انيشال يعني لما كان التايم ب 0، ماليش دعوه ب 2 بقى خالص، على 3.5 ماينس 0 تايم فاينل ماينس تايم انيشال. ده يدينا كام؟ هيدينا 6.125 ماينس 0 على 3.5 ماينس ايه 0، يدينا مين؟ يدينا الافريج فيلوسيتي بكام؟ ب 1.75 متر بير سكند، تعويض مباشر ما فيهاش تفكير. طب انا عايز اجيب الافريج سبيد، الافريج سبيد قانونها ايه؟ قال لي قانونها اس توتال على دلتا تي. طب الاس توتال بكام؟ احنا لسه جايبينها 14.125 على كام؟ على 3.5، على 3.5 ادينا كام؟ ادينا 4 متر بير سكند. كده يبقى احنا خلصنا كل اللي انا محتاجكم تعرفوه في الريكتيلينير موشن. فاحنا كده عرفنا نستخدم الفاريبل اكسلريشن نعمل ايه، فانكشن في تايم، فانكشن في اس، فانكشن في في، واتعلمنا لو كانت كونستنت اكسلريشن نعمل ايه، واتعلمنا لو كانت لو راجل كان طالب التوتال ديستانس والديستانس ترافل والكلام ده كله ليه البروسيدور بتاعها والتفكير بتاعها. هل في سؤال في قصه الديستانس ترافل ديت؟ لو في سؤال اسمعه. هو انا عندي سؤال بس معلش. اتفضل. هو بس شلت لما الفي تي يبقى بزير وهو يغير الاتجاه بتاعه ما ينفعش يقف وبعد كده يكمل حركه في نفس الاتجاه برضه عادي؟ ما انا ما اعرفش بقى، ما انا مش شايف، يعني انا مش شايف. اه ينفع طبعا بس انا مش شايف ده، فطالما مش شايف هفترض الأسوأ. عارف تعرف ازاي؟ بعد ما تحسب الدلتا اس. يعني مثلا لو دلتا اس 1 طلعت باشاره بوزيتيف مثلا والدلتا اس 2 طلعت بنفس الاشاره اللي هي البوزيتيف، يبقى هو كان ماشي لقدام وقف ورجع كمل لقدام. طب لو كان الاثنين نيجاتيف يبقى هو كان راجع لورا وقف وكمل رجوع لورا. طب لو واحده عكس الثانيه يبقى هو عكس اتجاهه. فانا ما اقدرش بصراحه اعرف دوت غير لما اعمل ايه، غير لما احسب الدلتا اس لكل فتره. واعتقد انها في حساب التوتال ديستانس مش هتفرق معايا لان انا خلاص رسمت وعملت، فمش فارقه بقى اعرف ولا ما اعرفش. بتفرق امتى؟ لما يقول لك ارسم لي المسار. يعني كان زمان كده كنا بنطلب من الطلبه ان هو يرسم هو مشي ازاي، فساعتها هتبقى الاجابه ايه مهمه، هو وقف وكمل ولا وقف ورجع. تمام، شكرا يا دكتور. طب معلش يا دكتور ممكن اسال سؤال صغير؟ تعالوا بقى نروح اللي فاتت انهي ديت ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها. سؤال صغير يا مزعج، انت المزعج اللي قلت لك كفايه اسئله بسرعه بس قول. معلش حضرتك، في تاني حته لما كان المفروض البادي الروكت ده نازل، ليه قلنا ان الفي اي برضو بوزيتيف 75؟ مش المفروض هو كده هيبقى عكس اتجاه البوزيتيف برضو لان هو نازل؟ يا راجل يا الفي اي عكس البوزيتيف ازاي؟ هو الفي اي وهو طالع كان ب 75 بس وهو نازل ما كده غير اتجاهه. يا ابني الفي اي دي سرعه نقطه على المسار، الاي دي نقطه على المسار، النقطه على المسار نقطه ايه على المسار كانت مع البوزيتيف ولا عكسه؟ هو مش المفروض وهو طالع هتبقى مع البوزيتيف بس وهو نازل يا ابني هو الحاضر بيغير الماضي، الحاضر بيغير الماضي، الحاضر بيغير الماضي. طيب يعني وانا نازل نقطه ايه دي كانت في الماضي خلاص، نقطه ايه اللي في الماضي دي بقى كانت مع البوزيتيف ولا كانت عكس البوزيتيف؟ كانت مع البوزيتيف. طيب خلاص ايه اللي هيحصل؟ هتفضل هي يعني. حاجه حصل ما هي حاجه حصلت وخلصت عند نقطه ايه كانت سرعتي 75 مع البوزيتيف، انا بعدها عملت ايه؟ بعدها طلعت ونزلت.
طب هل ده لو رجعت ونزلت؟ قول. اصل حضرتك قلت عند نقطة سي هناخدها بالماينس علشان هي هتبقى نازل فيبقى عكس البوستر. ايوه عشان حال نقطة سي ايه؟ ما هو بص هنا، بص 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 انت ما فهمتش انت اللقطة دي. انا قلت ان البوينت ليها اس وفي وتي، البوينت ليها اس وفي وتي، ما قلتش الانترفال، ما قلتش الدايركشن. فنقطة A كانت سرعتها مع البوزيتيف ومكانها كان فوق الاورجن. طيب نقطة سي كانت عكس البوزيتيف وكانت عند الاورجن، فأصبحت سرعة الA لها قيمة واتجاه مختلفين عن نقطة سي. وصلت؟ تمام. يبقى شكرا. يبقى مالكش دعوة بالطريق. عارف انت انا جيت في الصحراء كده وعملت اسفلت وقلت ان البوزيتيف بتاعي يمين، انا فين على الطريق؟ ده اللوكيشن. طب انا بقى وانا على الطريق ده مش في اي نقطة على الطريق ده ممكن ابقى يمين او شمال؟ يعني انا بعربيتي على الاسفلت مش ممكن ابقى مع البوزيتيف وممكن ابقى بالنيجاتيف في اي حتة في الطريق؟ ممكن. او ما انا اقول لك ايه، في المكان اللي انت فيه دلوقتي، المكان اللي انت فيه دلوقتي مع البوزيتيف ولا عكسه؟ ده اللي بيحدد اشارتك. اما مين بقى اللي مرتبط بالانترفال كلها على بعضها؟ هي الاكسلريشن. فالاكسلريشن طول الوقت عكس البوزيتيف. الاكسلريشن اشارتها ما بتتحددش باتجاه الموشن، عشان انا عارف ان دي صخره الثانويه العامه بمدرسينها حطوها في دماغكم، وانا هقول اللي هقوله دلوقتي ومش عايز تعقيب عليه. الاكسلريشن اشارتها ملهاش علاقه بالدايركشن اوف موشن. الاكسلريشن اشارتها مرتبطه بعلاقه الواي اكسس اللي انا رسمه. فلو انا راسم الواي اكسس لفوق يبقى الاكسلريشن بالنيجاتيف، لو انا راسم الواي اكسس لتحت يبقى الاكسلريشن بالبوزيتيف. جربوا كده، الناس اللي متلخبطه جربوا حلوا نفس المساله كلها بنفس الريكوارد بنفس الجيفن، بس خدوا البوزيتيف لتحت وشوفوا هيحصل ايه في الاشارات وشوفوا هيحصل ايه في الفاليوز. ممكن تبقوا ترجعوا لي في اخر المحاضره الجايه، مش كده؟ احنا قلنا ايه بان هو الاكسلريشن داونورد، استفدنا ايه؟ استفدنا ايه ان الاكسلريشن بقى داونورد؟ يعني استفدنا ايه؟ يعني ايه استفدنا ايه؟ لما احنا كده بنحط النيجاتيف والبوزيتيف على اساس الدايركشن احنا حاطينه، ليه يعني عملنا ايه بان هو قال لنا داونورد؟ تعال لي في اخر المحاضره عشان اعرفك، ماشي؟ هفهمها لك بالراحه لان انت كده هتودينا بعيد خالص. انا واضح ان الصنع العامة لسه مع الشاشه في دماغك. اخر ما فيش اسئله خلاص. ماشي. الكيرفلينير موش دلوقتي انا عايز اتحرك في كيرف، ايه اللي هيخليني اتحرك في كيرف؟ انا كنت ماشي في الستريت لاين في امان الله، او الله يحرق الثانويه العامه وسنينها. كنت ماشي في الستريت لاين، وانا ماشي في الستريت لاين كنت بمتلك فيلوسيتي واكسلريشن ماشيين مع بعض. كنت بمتلك فيلوسيتي واكسلريشن كانوا ماشيين مع بعض، يعني ادي الفيلوسيتي وادي الاكسلريشن معاها او عكسها، بس يعني ما فيش ما بينهم زاويه. ايه اللي يخليني احود؟ ايه اللي يخليني امشي على الكيرف ده؟ قال لي ان وانت على الكيرف دوت لازم الفيلوسيتي تبقى تانجنت، لازم الفيلوسيتي تبقى ايه؟ تانجنت. لكن الاكسلريشن تبقى محوده. فاكرين قصه كاوتش العربيه اللي قلناها في اول ليكتشر؟ لازم يبقى ما بين الفيلوسيتي والاكسلريشن في انجل عشان يبدا البادي يحود. في كام لغه لدراسه الحركه في كيرف؟ ثلاث لغات، اكس واي وار وثيتا وتي وان. اكس واي وار وثيتا وتي وان. احنا هناخد النهارده النوع الاولاني اللي هو ايه؟ الاكس والواي، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الكارتيزيان كوردينيتس. كارتيزيان كوردينيتس. الكارتيزيان كوردينيتس بتقول ايه؟ بتقول ان انت عشان توصف حركه في كيرف، طبعا انا ببقى محتاج اعرف ثلاث حاجات. الاوبجكتيف بتاعت اعرف ثلاث حاجات، اعرف المكان
اللوكيشن اللي هو الار فيكتور واعرف ايه الفلاستي اللي هي الفي فيكتور واعرف الاكسلريشن اللي هي الاي فيكتور. يبقى دول ثلاث حاجات انا عايز اعرفهم بلغه الكارتيزيان كوردينز. طب هعرفهم ازاي؟ اول حاجه انا عندي كيرف اهو وانا موجود في المكان ده، وطالما انا موجود في المكان دوت يبقى الفلاستي بتبقى تانجنت للكيرف اهو. اروح حتى نرسمها بلون تاني اهو. الفلاستي لازم تبقى ايه؟ تبقى تانجنت للكيرف. ادي الفي. الاكسلريشن بقى تبقى جوه الكيرف. سيبنا من الاكسلريشن دلوقتي. الكارتيزيان كوردينيتس قالت ايه؟ قالت ان انا عشان اوصف البارتكل دوت هاخد نقطه كده على جنب اسميها اوريجين. يبقى دي كده ايه؟ اوريجين. والاوريجين دوت هرسم منه تو اكسيز، واحد بالمنظر ده والتاني بالمنظر ده، واسميهم اكس وواي. يعني هيسمي ده كده هو الاكس اكسس، وهيسمي ده كده مين؟ الواي اكس. قال لي عشان تحدد اللوكيشن هنمشي من الاوريجين مسافه بارلل للاكس، تدينا فاليو الاكس، وهنمشي مسافه بارلل للواي هتدينا مين؟ المسافه واي. يبقى انا وصلت لمكان البارتكل. من هنا قال ان اللوكيشن هيبقى عباره عن ار بده يساوي اكس في اتجاه الاي زائد واي في اتجاه الجي. بعد كده رول بيوصف مين؟ بيوصف اللوكيشن. طبعا خلي بالكم ان الاكس والواي دول مش كونستانت، الاكس والواي دول ايه؟ فاريبل. الاكس فانكشن في التايم، والواي هي كمان ايه؟ فانكشن في التايم. طب احنا عايزين نعرف الفلاستي، عايزين نعرف الفلاستي في، نجيبها ازاي؟ قال عندك اقتراحين. الاقتراح الاولاني انك تعمل ريزوليوشن للفي ديت على الاكس والواي. يعني انا اعمل خط كده بارل للاكس وخط بارل للواي، فيدينا هنا كومبوننت هو في اكس، ويدينا كومبوننت هنا هو في واي. لو انا كنت عارف يعني الانجل دي بكام اعمل ريزوليوشن للفي، فتبقى الفي فيكتور بلغه الكارتيزيان عباره عن في اكس في اتجاه الاي زائد في واي في اتجاه الجي. ده باستخدام ايه؟ باستخدام الريزوليوشن اوف في along x and y axes. طب افرض انا مش معايا الفي ومش معايا الانجل، اجيب الفيكتور ازاي؟ قال لي الطريقه الثانيه. ايه هي الطريقه الثانيه؟ قال لي باي ديريفاتيف. باي ديريفاتيف بالنسبه للتايم. المفروض ان الفي ديت هي ديريفاتيف الار بالنسبه للتايم. فلما اجي اعمل ديريفاتيف للار، الار عباره عن اكس في الاي، يعني ديريفاتيف الاكس بالنسبه للتايم مضروب في الاي بلس الاكس في ديريفاتيف الاي بالنسبه للتايم. دول حاجتين مضروبين في بعض. نفس الكلام بالنسبه للواي جي، هتبقى دي واي باي دي تي في اتجاه الجي زائد الواي زائد الواي في ديريفاتيف الجي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتايم. بس الاكس والواي اكسيس دول فيكسد،
يعني الاي والجي دول يونت فيكتور فيكسد كونستانت في الفاليو وكونستانت كمان في الدايركشن. فمن هنا اقدر اشطب على ديريفيتيف الاي بالنسبه للتايم واقدر اشطب على ديريفيتيف الجي بالنسبه للتايم. اتفضل ايه؟ اتفضل ان الفي عباره عن دي اكس باي دي تي في الاي زائد دي واي باي دي تي في الجي. خلي بالكم ان دي اكس باي دي تي ممكن نكتبها ايه؟ اكس دوت وديت واي دوت في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي. يبقى انا عندي ثلاث صور لكتاب فيكتور الفيلوسيتي. تعالوا نبروزهم كده عشان يبقوا معانا ثابتين اهو. يا اما ان انا اقول في اكس دي اكس باي دي تي، يا اما اقول اكس دوت، يا اما اقول ايه في اكس. كذلك الواي ممكن اجيب من الفيكتور دوت الحاجات بتاعت اي فيكتور ماجنيتيود ودايركشن. يعني انا لو عايز اجيب الماجنيتيود هتبقى الفي بتساوي في اكس سكوارد زائد في واي سكوارد تحت الروت. طب ولو انا عايز اجيب الدايركشن، قال الدايركشن بيبقى سيتا بتساوي تان ماينس 1 مودولس الفي واي على الفي اكس. خلي بالكم ان السيتا ديت انجل ما بين مين ومين؟ ما بين الفي والفي اكس. يعني ايه؟ تعالوا كده ناخد بمثال رقمي قصه الدايركشن دي. جيت بقول لك in each case find the magnitude and the direction of the velocity كيس رقم واحد قال لي الفي بتساوي 4i بلس 4j. ماجنتيود في هتساوي كام؟ 4 سكوير بلس 4 سكوير تحت الروت يدينا 4 روت 2. يبقى انا كده جبت الماجنتيود. طب عايز اجيب الدايركشن، هتبقى الثيتا بتساوي تان ماينس 1 في واي على في اكس، هتدينا التان ماينس 1 4 على 4 تدينا كام؟ 45 ديجري. الفي اكس موجبه بوزيتيف يعني، والفي واي برضو بوزيتيف. الفي لازم تكون ما بينهم. السيتا اللي انا جبتها ديت ما بين الفي والفي اكس. طب فين الدايركشن؟ مش ده كده هو الاكس اكسس؟ يبقى ده كده هو الدايركشن. يبقى الدايركشن بكام؟ الدايركشن سيتا في هيساوي 45 درجة. سيتا في ديت هي زاوية الفي على الاكس اكسس. سيتا في هي الانجل اوف في فروم الاكس اكسس. مثال تاني، الفي كانت بتساوي 4i ماينس 4j. واضح ان الماجنيتيود مش هتختلف. امال ايه اللي هيختلف؟ الدايركشن اهو. السيتا هتساوي تان ماينس 1 في واي على في اكس، يعني هتساوي تان ماينس 1 كام على كام؟ نيجاتيف 4 على 4. بس انا واخد مودولس يعني برضو هتديني 45. امال ايه الاختلاف؟ تعالوا نشوف. ال في اكس بوزيتيف، ال في اكس بوزيتيف، لكن ال في واي ايه؟ نيجاتيف. ال في واي نيجاتيف، فرسمتها لتحت. ال في لازم تكون ما بين الاثنين. ادي ال في، الزاويه ما بين ال في وال في اكس 45 درجه. فين الدايركشن؟ الدايركشن من الاكس اكسس لحد ما اوصل لل في، ادي الدايركشن. طب هو الدايركشن ده بكام؟
اللي هو السيتا في قال لي بتساوي ماينس 45. ليه؟ لان انا مشيت كلوك وايز، في اللي قبلها مشيت انتي كلوك وايز. مثال كمان دكتور، لازم اكتبها بالماينس، ما ينفعش اكتبها 315. ينفع، تعال هتبقى 360 ماينس الكام؟ ال 45. ينفع طبعا. الكيس الثالث، جيت قلت لكم ان الفي عباره عن ماينس 4 اي بلس 4 جي، برضو لو حسبت السيتا هتطلع ب 45 درجه، بس السيتا في بقى هتبقى بكام؟ تعالوا كده نرسم. الفي اكس نيجاتيف، الفي واي بوزيتيف، ادي الفي وادي ال 45، بس فين الدايركشن؟ من الاكس همشي لحد ما اوصل للفي، ادي الدايركشن. يبقى الدايركشن سيتا في هيبقى بكام بقى؟ هيبقى 180 ماينس 45. جبت الانجل. يبقى السيتا اللي انت بتحسبها من الرول دي حاجه، والدايركشن من البوزيتيف اكس اكسس دي حاجه ثانيه. اخر حاجه في القوانين هي الاكسلريشن، هي الاكسلريشن. يبقى تالت حاجه اللي هي الايه؟ الاكسلريشن. الاكسلريشن اللي هو رمزه ايه؟ اكسلريشن هيساوي دي في باي دي تي. فليه ثلاث صور برضو نفس الفلوستي، مش هيحصل كلام جديد. يعني ممكن نكتبه اي اكس اي زائد اي واي جي، ممكن نكتبه اكس دبل دوت اي واي دبل دوت جي، ممكن نكتبه دي سكوارد اكس واي دي تي سكوارد في اتجاه الاي، دي واي سكوارد واي دي تي سكوارد في اتجاه الجي، او ممكن نكتبه دي اكس دوت باي دي تي اي دي واي دوت باي دي تي اي جي. كل ديت صور للاكسلريشن، يعني مجرد صورة كتابة لكن كلهم بيدونا نفس المعنى. يبقى انا هنا وصلت للآتي، وصلت ان انا لو عايز اعرف البوزيشن يبقى الار بتساوي اكس اي بلس واي جي، لو انا عايز اعرف الفلوستي يبقى صورة من التلاتة دول، يا اما دي اكس باي دي تي، يا اما اكس دوت، يا اما في اكس. ولو انا عايز اعرف الاكسلريشن يبقى انا عندي 3 رولز اللي هم اي اكس او اكس دبل دوت او دي سكوارد اكس باي دي تي سكوارد او دي اكس دوت باي دي تي. دي هي القوانين اللي بتجيب لي اللوكيشن والفلوستي والاكسلريشن لو انا كنت ماشي في كيرف واستخدمت لغه الكارتيزيان كوردينيتس. طبعا كده هيظهر لنا سؤال، هعرف منين ان المساله في كيرف، وهعرف منين ان اللغه المطلوبه هي لغه الكارتيزيان؟ لان انا شفت كده في اول السؤال بتقول في ثلاث لغات، فطبعا انا لو استخدمت لغه غير مناسبه مش هعرف احل المساله، فلازم احدد. جينا بقى لمرحله ان انا احدد البادي ماشي في ستريت لاين ولا في كيرف، واحدد اللغه اللي انا ايه اللي انا هحل بيها. طيب تعال نشوف المساله ديت تبع ايه في الموضوع. بيقول لي at any instant the horizontal position of the weather balloon in the figure is defined by كذا. واضح ان البالون ده ماشي في كيرف، فالكيرف بيبقى ليه horizontal position و vertical position. فهو قال لي ان الهوريزونتال بوزيشن بتاعتي اكس بتساوي 8 تي. تساوي كام؟ 8 تي وتي ان سكند. يبقى ده كده الهوريزونتال بوزيشن. المعادله الثانيه بيقول ان الايكويشن اوف ذا باس واي، واضح ان الطريق اللي انا ماشي عليه معادلته y بتساوي x squared divided by 10، دي اسمها الباث ايكويشن.
اسمها path equation، يعني معادلة ما بين الواي اكس ما فيهاش تايم، شكل الطريق يعني. طالب ايه؟ بولي ديتيرمين، هات لنا الماجنيتيود والدايركشن، الماجنيتيود والدايركشن اوف مين؟ اوف في اند اي لما التايم يساوي 2 سكندز. الحل والله انا اعرف ان الحركه خلال الفيكتورز ديت بيبقى معايا الار، بعمل لها درافت بالنسبه للتايم تدينا فيكتور الفي، اعمل لها درافت بالنسبه للتايم تدينا فيكتور الاي، والعكس انتجريشن. اه بس انت مش معاك الار. لا معايا، مش هي الار ديت بتساوي اكس في اتجاه الاي زائد واي في اتجاه الجي؟ قلت له اه، بس انت معاكش غير الاكس بس فانكشن في التايم انها 8 تي. قال لي لا، ما هي الواي عشان بتساوي اكس سكوير ديفايدد باي 10 ممكن اشيل الاكس واكتبها 8 تي، فتبقى 8 تي سكوير على 10 يعني 6.4 تي سكوير. فاصبح بالفكر ده بقى معايا الار عباره عن كام بقى؟ 8 تي في اتجاه الاي زائد 6.4 تي سكوير في اتجاه الجي. يبقى انا كده معايا البوزيشن فيكتور از ا فانكشن اوف تايم. هاجي اعمل ايه؟ اعمل ديريفاتيف بقى، نمسك الار دي ونعملها ديريفاتيف. اجيب الفي هتساوي كام؟ 8 اي زائد 6.4 في 2 جي، طبعا نسينا التي، لسه في تي موجود اتجاه الجي. اعمل ديريفاتيف مره كمان فنجيب الاي، هتبقى بكام؟ ب 6.4 في 2 جي. يبقى انا كده جبت كمان الفيلوسيتي والاكسلريشن، بس كل دول فانكشن في التايم. خلاص عوض، هنعمل ايه؟ هنحط التايم بكام؟ هو عايز لما التايم ب 2، يبقى انا هحط التايم بيساوي 2. طلعت ايه بقى؟ طلعت ان ال V بتساوي 8 I زائد 6.4 في 2 في 2 في اتجاه ال J، يعني تطلع 8 I زائد 25 زائد 25.6 في اتجاه مين؟ ال J. اقدر اجيب ماجنتيتو دايركشن؟ اه تقدر. ال V 8 سكوير زائد 25.6 سكوير تحت الروت، ده ماجنتيتو. واجيب دايركشن؟ اه 10 ماينس 1 25.6 على ايه؟ طبعا طالما الاثنين بوزيتيف يبقى السيتا هي نفسها مين؟ السيتا في، زي ما شرحنا من شويه. جيب الاكسلريشن، واضح ان الاكسلريشن ما فيهاش مشكله، الاكسلريشن 6.4 في 2 في اتجاه الجي، يعني الماجنيتيود معايا والدايركشن بتاع الاكسلريشن هيبقى كام؟ هيبقى 90 ديجري لان هو مع الواي اكسس. طبعا دي مساله بسيطه جدا بتعرفنا ازاي نستخدم الدريفتيف من الار للفي للاي، ما فيهاش فكر قوي. اما مين اللي فيها فكر قوي؟ اللي فيها فكر قوي هي المساله دي. تعالوا بقى نشوف المساله دي بروقان شويه. بيقول لي فور شورت تايم، فور شورت تايم ذا باس اوف ذا بلين، ده واضح ان في طياره ماشيه اهي، is described by، ومديني equation الطريق اللي انا ماشي عليه اهي، y بتساوي ايه؟ واحد من الف اكس سكوير. بيقول لي if the plane is rising يعني طالع لفوق، with constant upward velocity بتساوي 10 متر بير سكند، هات لي ال velocity وال acceleration بكام لما يوصل لارتفاع 100 متر. تعالوا نترجم ترجمة غلط، تعالوا نترجم ترجمة غلط. ترجمة الغلط بتقول ايه؟ بتقول ان انا ماشي في كيرف، والكيرف ده معادلته واي بتساوي واحد من الف اكس سكوير. قلت له تمام. قال لي وبالنسبة للبلين دي كانت طالعة بسرعة 10 جي كونستانت. قالها ازاي الراجل؟ اهو يا دكتور اهو،
كاتب ايه؟ The plane is rising with constant upward velocity 10 متر بير سكند. هو طالب ايه؟ طالب الفلوستي والاكسلريشن لما الواي بتساوي 100 متر. تعالوا نحل حل غلط. الموضوع سهل خالص. واضح ان الفي دايما بتن لانها مش مرتبطه باي واي، دي ثابته. وطبعا طالما الفي بتساوي 10 جي بتساوي كونستانت، يبقى الدريفتيف بتاعها هيدينا ايه؟ هيدينا اكسلريشن بزيرو. يبقى يا دكتور اهو خلاص الفي انت كنت عايزها ب 10 والاكسلريشن اهي بزيرو. يلا ادينا الفول مارك. الكلام ده غلط. طب الكلام ده غلط ليه؟ ما هو الراجل قايل اهو صراحه، قايل ان الطياره طالعه بسرعه ثابته الاعلى. اقول لك طب تعالى كده بالعقل، تعالى كده بالعقل انا وانت وبالهداوه. ده بادي ماشي في كيرف، ادي الكيرف اهو. معادلته ايه الكيرف ده؟ معادلته واي بتساوي 1/1000 اكس سكوير. معلش مع احترامي لحضرتك، لما يكون الطياره هنا السرعه بتاعتها لو حبينا نرسمها تترسم ازاي؟ هل ينفع السرعه تترسم فيرتيكالي؟ طبعا لا. امال لازم السرعه تترسم ازاي؟ قال لي لازم السرعه تترسم تانجنت. لازم السرعه تترسم ايه؟ تترسم تانجنت. امال ايه اللي مديهولنا ده؟ اصل السرعه المايله ديت ليها في اكس وليها في واي. هو بقى بيقول لك ان الفي واي دي بتساوي 10 متر بير سكند بتساوي كونستانت. الناس اللي فاتحه المايك تقفله. يبقى هنا هو ما اداناش السرعه الكليه، ده بيقول لي خلي بالك والطياره ماشيه كان ليها كومبوننت طلوع قيمته 10 متر بير سكند ثابتين. تعالوا بقى نترجم الترجمه الصح بعد ما فهمنا القصه اللي انا قلتها دي. الترجمه الصح دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان انا يا جماعه نقفل المايك يا جماعه بالله عليكم. اعوذ بالله يا رب. انا بفكر جديا ان شاء الله من المحاضره الجايه ما سجلش المحاضره، لان انتوا عدد حضراتكم 300 واللي بيحضر لي بس 100. فانا من المحاضره الجايه مش هسجل عشان بس تبقوا عاملين حسابكم. اللي يحضر يحضر ولما يحضرش يشرب من البحر. هنيجي هنا نقول ايه بقى؟ هنيجي نقول ان انا عندي الواي بتساوي 1/1000 اكس سكويرد، والفلوستي في عباره عن في اكس ما اعرفش هي بكام في اتجاه الاي، لكن اعرف ان الفي واي ب 10 جي. وهو طالب الفلوستي بكام والاكسلريشن بكام لما الواي بتساوي 100. طب ما هنا في مشكله يا دكتور. ايه يا سيدي المشكله؟ قال المشكله ان انت معكش الاكس فانكشن في التايم ولا الواي فانكشن في التايم، فمش هتعرف تعمل ديريفاتيف زي المساله اللي فاتت. اقول لك ان احنا لما بنلاقيش معادلات الفانكشن في التايم بنعمل ايه؟ اولا بلاش اولا، لما بنلاقيش معادلات الفانكشن في التايم ديت بنروح للباث ايكويشن على طول. الباث ايكويشن بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الواي بتساوي 1/1000 اكس سكويرد. تعالوا نعمل للفانكشن ديت ديريفاتيف بالنسبه للتايم. فالواي هتدينا واي دوت وديت 1/1000. طب الاكس سكوير هتدينا ايه؟ هتدينا 2 اكس مضروبه في اكس دوت. خلي بالكم ان احنا بنعمل ديريفاتيف بالنسبه للتايم. طب الواي دوت رقم ثابت؟ طالما رقم ثابت تقدر تشيله وتحط قيمته، هيبقى 0.002 بقى، لان 2 في 1 ب 2 في اكس اكس دوت. يبقى انا كده بقى معايا ايكويشن بتاعت الباس ايكويشن، وعندي ايكويشن ثانيه اللي هي بتاعت ايه؟ الاكس. طب نكمل هنعمل ايه بعد كده؟ قال لي اعمل ديت ديريفيتيف ثاني بالنسبه للتايم. فالتين هتدينا زيرو، والاكس اكس دوت هتدينا اكس دوت سكوير زائد اكس
اكس دبل دوت. يبقى ده كده الايه الدريفتيف بتاع المعادله للمره الثانيه. دريفتيف المعادله للمره الايه الثانيه. يبقى انا كده عندي المعادله رقم واحد باس ايكويشن، وعندي المعادله رقم اتنين، وعندي المعادله رقم تلات. هقول له ايه بقى؟ هقول له لما الواي بتساوي 100 متر، لو دخلنا ايكويشن رقم واحد هقدر اجيب الاكس، هتبقى الاكس ب 100 على 0.001 تحت الروت لانها سكويرد، فتدينا الاكس بكام؟ هتدينا الاكس بتساوي 316 متر. هروح بقى ايكويشن رقم 2 مع الاكس ب 316، يبقى 10 هتساوي 0.002 في 316 اكس دوت. من هنا جبت الاكس دوت، تطلع بكام الاكس دوت؟ تطلع ب 15.8 متر بير سكند سكوير. هعوض في ايكويشن رقم 3، يبقى 0 بتساوي ال 15.8 سكوير الاكس ب 316 في الاكس دبل دوت. من هنا جبت مين؟ جبت الاكس دبل دوت، تطلع بكام الاكس دبل دوت؟ تطلع بماينس 0.79 متر بير سكند سكوير. تعالوا نرجع بالراجع بقى نعوض. من هنا يبقى الفي بكام؟ الفي كانت عباره عن في اكس ودينا جبناها ب 15.8 والفي واي جيفن ب 10، يبقى انت معاك الفي اكس والفي واي جيب ماجنتيود، يبقى 15.8 سكوير زائد 10 سكوير تحت الروت. طب والاكسلريشن؟ المفروض ان الاكسلريشن عباره عن اي اكس في اتجاه الاي زائد اي واي في اتجاه الجي. الاي واي بزيرو ليه؟ لان الفي واي بتساوي 10 بتساوي كونستانت، فيبقى دريفتيف الفي واي بزيرو. عشان كده احنا حطينا الواي دوت لما جينا عملنا دريفتيف اديتنا زيرو. يبقى الاي هي عباره عن مين؟ عباره عن اي اكس بس. طب واحنا جبنا الاي اكس بكام؟ جبنا الاي اكس بماينس، جبنا وانا عايز استنى نحط الشاحن. طلعت ب تساوي ماينس 0.79 اي مش جي، بقى انا كاتب جي دي كده غلط، اهي مش طبقه خالص، مش عارف ليه ما بيمسحش اهو. هتدينا نيجاتيف 0.79 اي. يبقى انا كده عندي اتنين كرايتيريا لحل المساله على حسب الداتا اللي عندي، يا اما ان انا يبقى معايا الار فانكشن في التايم في الاكس والواي فاعمل ديريفيتيف للار على طول اجيب الفي والاي، يا اما يكون عندي باس ايكويشن من غير تايم، ففي الحاله ديت لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ديريفيتيف للباس ايكويشن. ها في سؤال؟ ده دكتور الاكس دوت دي مش هي الفلوس صح؟ الاكس دوت ايه؟ فيلوستي صح؟ الاكس دوت هي كومبوننت الفيلوستي، كومبوننت الفيلوستي، الفيلوستي هي في. اتلخبطت بس يعني متر بير سكند سكوير. ف يعني احنا بنقول ان احنا قلنا ان الفيلوستي، قلنا ان الفيلوستي عباره عن ايه؟ تو كومبوننت، اكس دوت، اكس دوت وايه؟ واي دوت، اكس دوت واي دوت. فالاكس دوت اسمها كومبوننت الفيلوستي على الاكس دايركشن، والواي دوت هي كومبوننت الفيلوستي على الواي دايركشن. فالكومبوننت ما يوصفش الفيلوستي كلها على بعضها، الكومبوننت بيوصف ايه؟ حته من الفيلوستي. عشان كده لما جيت قلت كونستانت ابورد فيلوستي لقيتها مش منطقيه. ليه؟ لان هو ماشي في كيرف، فطالما ماشي في كيرف يبقى لازم الفيلوستي تبقى ايه؟ تانجنت للكيرف. تانجنت للكيرف معناها ان كل شويه يظهر لك في اكس وفي واي. هو بقى بيقول
ان هو ماشي على الكيرف محافظ على كومبوننت صعود 10 متر بير سكند. تمام. في اسئله ثانيه؟ في مشكله في الدرافت بتاع الباس ايكويشن يا شباب؟ دكتور سمع عليه سمعنا على 10. انا ما فهمتش السؤال. السؤال ان احنا في اللي هي ايكويشن 2 لما يعمل لها ديفرنشيشن تاني ليه 0.002 دي اختفت؟ يعني مش المفروض تنزل عادي؟ انا سمعنا عليه تنزل عادي. ما هي ايكوال زيرو، ما هي ايكوال زيرو. خلي بالك انت طالبه في هندسه، هو يفوت عليك الحاجات الصغيره. صح وصلت دكتور؟ خلي بالك انت من الاوائل، هو تقولي كده. سال السؤال ده. ها في سؤال كمان. هو الواي والاكس دول كومبوننت بتاع البوزيشن. دكتور حضرتك خدت اكس بوزيتيف بس عشان الرسمه؟ خدت ايه؟ خدت الاكس بالبوزيتيف بس من الرسمه يعني؟ اخدت الاكس بالبوزيتيف عشان الرسمه. عشان الرسمه طبعا. الرسمه ايه؟ طب حاجه الرسمه واضحه ان المساله كلها متحركه. او نفس البوزيشن الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، هتبقى الماجنتيود بتاعه الفيلوسيتي هي والماجنتيود بتاعه الاكسلريشن. انا ما اعرفش مين اللي قال. الراجل بيقول فور شورت تايم، يعني هو بيقول لا يعني تمام. المعادلات دي فاليد في المنطقه دي بس. المساله دي انا بتكلم عامه في سيمتري يعني. عامه ايه العامه؟ طيب لما بيبقى في سيمتري في الشكل الكيرف ده لو كامل ناحيه النيجاتيف، بقول لحضرتك البوزيشن ده البوزيتيف هو نفس الفيلوسيتي عند البوزيشن البوزيتيف هي نفسها عند النيجاتيف كفاليو. كفاليو يعني كده صح؟ قصدك كده؟ ايوه. مين اللي قال هي الاكسيشن ثابته هنا بقيمه وهنا بقيمه؟ تماثل البوزيشن ملوش علاقه بتماثل الفيلوسيتي والاكسلريشن. تماثل البوزيشن ملوش علاقه بتماثل الفيلوسيتي والاكسلريشن. تمام تمام. طيب تعالوا نوقف الريكورد بتاعنا اللي انا مش هكرره تاني، مش هعمل ريكورد تاني عشان البهوات